ya. Kiminle görüşüyorum? Otobüsü de çekmişiyorum. Evet. Beni de ne zaman alacaksınız acaba? Bizimle burada mı kaldı? Buçuk dediler. Kimse beni aramadı. Bana ne gidiyor? Ceylan ben, Ceylan. Evet. Ne konu bu ya? Rejiyi ben arıyorum ya. Hadi bak. أهلا بكم من جديد في الآن. ذكرت وكالة أدمير أوران التركية للأنباء الجمعة أن مجموعة من المهاجرين تتحرك في شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان، بعدما قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الأنف صاعدا من بلوغ أوروبا. وقالت الوكالة إن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنا التركي في منتصف الليل تقريبا. وأضافت أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة، ولم يتسنى لرويترز التحقق على نحو مستقل من هوياتهم أو وجهتهم. وكان مسؤول تركي قد قال سابقا أو قبل ساعات في تهديد متكرر اعتادت بلاده على توجيهه إلى أوروبا مؤخرا، قال إن أنقرة قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى القارة سواء برا أو بحرا. عبر الهاتف دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، بعد التحية، إلى أي درجة أنقرة صادقة في هذا التهديد هذه المرة؟ نعم طبعا، بعد التحية لحضرتك ومشاهدينك الكرام، يعني أعتقد طبعا أن تركيا ربما دائبت على ممارسة ربما نوع هذه النوع من الضغوط على أوروبا فيما يتعلق بورقة المهاجرين وفتح الحدود لإغراق أوروبا بالمهاجرين سواء من الجانب السوري أو ربما من حتى المرتزقة الذين أوتهم تركيا طوال هذه الفترة هدت بهم أوروبا. أنا أعتقد أن تركيا هذه المرة ليست جادة بقدر ما هي ربما بين قوسين مضطرة، بمعنى ان تركيا طبعا خلال الفتره الماضيه ربما منيت بهزائم عسكريه سواء في سوريا سواء في ليبيا. هذه الهزائم لم تجد صدى من الدول الاوروبيه، لان طبعا الدول الاوروبيه تنظر الى تركيا باعتبارها طبعا ربما تمارس نوع من الضغط بين قوسين الارهابي على سوريا وعلى ليبيا. انا اتخيل ان هذه المره طبعا تركيا مضطره لفعل هذا حتى ربما تستنهض الهمم الاوروبيه كما يقال، او ربما تجد معاونه من الدول الاوروبيه. هي بالامس كانت تتحدث عن ضروره ان يساندها حلف الناتو فيما يتعلق بمساله شمال غرب سوريا، خاصه ان سوريا ربما الجيش الرسمي السوري حقق انتصارات على الارض في سراقب وفي مناطق اخرى من سوريا، استطاع خلال الفتره الماضيه ربما الاستحواذ على اكثر من 80 بلده وقريه في سوريا، طبعا في ريف ادلب. ونعتقد ان ربما الاستمرار هذا المعدل من الانتصارات العسكريه للجيش السوري ربما حتى يكون في فتره قريبه مسيطر على معظم ادلب ان لم يكن اكمل باكملها. انا اعتقد طبعا ان تركيا ربما كما اشرت لحضرتك هي في مأزق حقيقي فيما يتعلق بمأزق سياسي ومأزق عسكري.
انا اتخيل ان هذا المازق ربما هو الحل الوحيد، هو طبعا الضغط على دول اوروبا بورقه المهاجرين التي دائمت عليها منذ عام 2011. الا طبعا ان ضرب مردود على تركيا انها اخذت الثمن، بمعنى انها ربما حصلت على ملايين الدولارات من المساعدات وملايين اليورو من المساعدات الاوروبيه في مقابل طبعا ان يظل هؤلاء المهاجرين. والسؤال هنا موجه لتركيا، يعني لماذا تمارس تركيا هذا النوع من الضغط على الرغم من ان ربما ان تدخلها في شمال غرب سوريا هو الذي دفع هؤلاء السوريين على الحدود الى الاضطرار الى داخل تركيا. لكن دكتور محمد، ما توقعاتك بشان الرد الاوروبي؟ يعني نعلم انه الدول الاوروبيه بدات في اتخاذ اجراءات احترازيه لعدم وصول هؤلاء المهاجرين اليها على حدودها طبعا، ولكن ما الرد السياسي المتوقع من قبل الدول الاوروبيه في رايك؟ يعني لا اتخيل ان الدول الاوروبيه ربما ترضخ لضغوط تركيا فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع. انا اعتقد ان الدول الاوروبيه ربما كما يقال حصنت نفسها بتامين حدودها فيما يتعلق بتركيا والدول الاخرى، لكن المشكله ان تركيا اليوم تمارس نوع من الضغط على دول بعينها مثل اليونان على سبيل المثال، مثل ربما قبرص لو استطاعت طبعا ادخال مهاجرين اليها. وحضرتك كما تعلمي ان كان هناك مشكله فيما يتعلق بغاز المتوسط ما بين تركيا وبين بالتأكيد. اليونان وما زالت مستمره بالضبط نتيجه طبعا ترسيم الحدود التي نجحت فيها مصر مع قبرص واليونان، وبالتالي فتركيا ربما تحاول كما يقال ربما توسيع دائره الصراع فيما يتعلق باشكاليه مع اليونان، اضافه الى الاشكاليه مع سوريا ومع ليبيا، اضافه طبعا الى مشكلتها مع اوروبا. لا ننسى ان الضغط الداخلي في تركيا ربما ازداد وتيرته خلال الفتره الماضيه فيما يتعلق طبعا به، ربما حتى بدات تتعالى الاصوات، جنودنا يموتون خارج الحدود وما الى ذلك. نعم صحيح. لكن الدول الاوروبيه الكبرى التي دائما ما تسعى إلى التفاوض ودائما ما تسعى إلى عقد المفاوضات والمباحثات الخاصة بأزمات منطقة الشرق الأوسط، أتحدث هنا عن فرنسا، أتحدث عن ألمانيا وإيطاليا أيضا، هذه الدول إلى أي درجة حضرتك تعتقد أنها ستستجيب لهذه التهديدات من قبل أردوغان، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الدول كان بينها وبين أردوغان في الفترة القليلة الماضية مناوشات واتهامات متبادلة طوال الوقت؟ ربما هذه الدول تسعى إلى نوع من التفاوض السياسي، لكن طبعا مسألة إرسال قوات من حلف الناتو إلى شمال غرب سوريا لربما للوقوف بجانب تركيا أعتقد أنه مستبعد، خاصة أن روسيا موجودة. وطبعا حضرتك تعلمي أن روسيا هي الفاعل الأكبر واللاعب المتحكم في الأزمة السورية منذ بدايتها حتى تاريخ، وبالتالي روسيا لن تسمح بوجود قوات من حلف الناتو، لأن ربما وجود هذه القوات يؤدي إلى قلب الطاولة كما يقال على روسيا، وأنا أعتقد أن روسيا لن تسمح بهذا مطلقا. وبالتالي فأنا أعتقد أن الحل ربما يكون من جانب الدول الكبرى اللي حضرتك أشرت إليها، فرنسا وألمانيا، هو نوع جديد من التفاوض حول ربما الشأن السوري، لكن لا أتخيل أن الموضوع يزيد عن هذا سواء عسكريا أو سياسيا. لكن على المستوى الإنساني، يعني هؤلاء المهاجرين أو هؤلاء اللاجئين إلى أين سيذهبون في رأيك دكتور محمد؟ يعني ما ستكون وجهتهم إذا ما أغلقت هذه الدول أبوابها أمامهم، وأيضا لم توقفهم تركيا أو لم تمنعهم تركيا، يعني ماذا سيكون مصيرهم؟ يعني أنا أعتقد طبعا أن حضرتك تنصر هذه الأزمة وتركيا من خلال ربما استخدام هذه الورقة والبعد عن أي إنسانيات والبعد عن الجانب الإنساني تماما، بالعكس استخدمتهم حتى كمرتزقة في ليبيا، بمعنى أنها ربما تدفع رواتب مقابل أن يتم استئجارهم كجنود مرتزقة في ليبيا، وحتى القانون الدولي ربما أعطى التصريح أن الجندي المرتزق أو المرتزق ليس له دية في القانون الدولي، وبالتالي فيها استخدمتهم كأدوات وربما كعرائس الماريونات كما يقال فيما يتعلق بالأزمة الليبية والأزمة السورية. أنا أعتقد طبعا أن هؤلاء ربما عليهم ضغط إنساني كبير فيما يتعلق طبعا بدخولهم الى الدول الحدود الاخرى، والدول الاخرى لن تستجيب لهم لان طبعا ليس معهم تاشيرات وليس معهم حتى ربما تاشيرات هجره وما الى ذلك، وبالتالي هناك قوانين تحكم هذه الدول فيما يتعلق بالدخول والخروج منها. لكن تركيا هي الدوله الوحيده التي استباحت هؤلاء، سواء استباحتهم انسانيا او استباحتهم ربما حتى سياسيا، واستخدمتهم كورق الضغط على دول اوروبا. وانا اعتقد كما اشرت لحضرتك ان هي اخذت الثمن، اخذته ربما اكثر من مره، سواء فيما يتعلق بمساعدات عسكريه، سواء فيما يتعلق ايضا بربما ملايين الدولارات من المساعدات من دول اوروبا حتى ربما تستجيب لهذه الضغوط التركيه. دكتور محمد، كان في تصريح بعد ما تم قتل هؤلاء الجنود الاتراك في الذين كانوا في صفوف الارهابيين في ادلب وتم قتلهم من قبل الجيش السوري، كان هناك تصريحات صدرت من أنقرة أو من تركيا بتقول أنه مستمرون في العمليات العسكرية في سوريا للمصلحة، يعني مصلحة تركيا كما هو طبعا الحال والتصريحات دائما ما يقولونها. هذا الإصرار والعناد التركي
رغم قتل الجنود الأتراك في هذه الأماكن، سواء في يعني في إدلب أو حتى في معتيقة كما صرح أيضا الجيش الليبي، وهذا الضغط أيضا الداخلي من قبل المواطنين الأتراك والمعارضة طبعا على تعرض الجنود الأتراك للقتل، لماذا لا يعني يجعل تركيا تغير موقفها في رأيك؟ هل هي تراهن على تهديد الدول الأوروبية، تراهن على حلف الناتو، على ماذا تراهن؟ نعم، يعني طبعا تركيا تراهن على بقائها هي في حد ذاتها، بمعنى ان طبعا اردوغان لو سلم بانه هزم في ليبيا في معتيقه وفي سوريا في ادلب وعفرين ومناطق اخرى، اعتقد انه بذلك ربما يكون قد حكم عليه سواء من الناحيه القانونيه او من الناحيه الجنائيه داخل تركيا نفسها، بمعنى انه ربما دفع جنود الى تركيا وفي الاخر هزيمه ولا طائل لتركيا في مثل هذه المساله سواء من الناحيه السوريه او من الناحيه الليبيه. وبالتالي فانا اتخيل ان تركيا تعاند وتمارس نوع من العناد وتمارس نوع من الضغوط وتستخدم جنودها من اجل طبعا بقائها في السلطه، من اجل بقاء اردوغان في السلطه، ومن اجل ايضا ان يكون اردوغان ما زال منتصرا حتى من وجهه النظر التركيه نفسها. لكن كما اشرت حضرتك الضغوط مستمره سواء فيما يتعلق بالشعب التركي سواء فيما يتعلق بالمعارضه التركيه والصحف، الصحف تتحدث اليوم ان جنودنا يقتلون في الخارج بدماء بارده، وبالتالي فانا اعتقد ان كل هذه المسائل ربما هي ضغوط تمارس على اردوغان. اردوغان حاليا في موقف لا يحسب عليه سواء في الداخل التركي او في حتى في الدول الاوروبا او حتى من وجهه النظر الدوليه فيما يتعلق بالمؤسسات الدوليه مثل التي ادانت الصحافه، التي ادانت ربما التقييد على وسائل الاعلام، التي ادانت الاعتقالات بشكل مطلق في تركيا، كلها امور ربما تصب في المقام الاخير في غير صالح اردوغان على الاطلاق. اعتقد انه كما اشرت حضرتك في موقف صعب، وبالتالي نعود الى مساله ربما فتح الحدود. فتح الحدود هذا ما اوصل اليه اردوغان نفسه سواء فيما يتعلق بادخال الجنود الملتزقه وما الى ذلك واستخدام قوارب الضغط، هو الان في موقف لا يحصد عليه سواء داخليا او خارجيا. شكرا جزيلا لك دكتور محمد صادق اسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه.